فرصة سعيدة للتعرف عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل معلم في المدرسة. أيوة. في أجريت لي عملية جراحية في شهر 4. أيوة. استبدلوا المستقيم وسووا لي فتحة على جنب. أيوة. فبدي أسألك ثلاث مسائل فيها. أيوة. المسألة الأولى الوضوء لكل الصلاة. أيوة. والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس يعني عالق الكيس؟ أيوة. المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا؟ وهو من حفظ الكتاب لله تبارك وتعالى. هل أفهم من كلامك إنه العملية معناها في سيلة مستمر يعني؟ لا هي بعض ما يعني مرتين في داخل الشريان أو مرة. أما ممكن هذا الرائحة يعني الانفاخ يعني الهواء يعني الهواء. الهواء مستمر؟ يكون مستمر مش دائما يعني. هذا أنا أسأل. إلى أوقات. لكن ضمن الكيس شيخنا. ما بطلع له ضمن الكيس. لأنه سؤالي يسوعه سؤال آخر. إنه إذا كان هذا السائل مستمرا نتصور انه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا. واذا كان واذا كان الامر ليس كذلك بمعنى انه هذا السائل لا يسيل دائما وابدا اي ممكن مثلا مراقبة ظرف من الظروف يعرفه المبتلى فالكيس اذا كان فيه فضلات يرفع اذا كان هذا بالامكان يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما الضرورات بها المعذورات والضرورة تقدر بقدرها فنحن ما نستطيع أن نقول للأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا أنا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأوا من كتاب الله إلى آخر الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فعنوا بالسنة والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين لا يوجد عندنا في الشرع فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة إذا نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا النجاسة مضطرا أن يؤم غيره ولكن لا بد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس
يؤم الناس في دار ما، ما راح يتصور أنا راح يصير فتنة هنا، لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهب وذب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه، من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا. فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة. فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحال نحن ننصح أن لا يؤم، وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء. بس تعليق، انا لا اريد اني استخدمه، بس هيك يعني لو حكمنا 2-3-4 ما في مانع، يعني ما في مانع ابدا. عرفنا اذا لا اذا لا فيش فيها فتنه يعني لا باس. بس بدي اعطيك فكره عن عمليتي. انا نجاسه ما بيطلع على جسمي، لا من ضروري على جسمك، على ثوبك في الكيس، على ثوبك اللي حامله. فبطلعش على ثوبي برضه. نعم عثوبة ما بطلع في قاعدة الكيس. يا أخي هذا الكيس أيوة مو حامله على جسدك. مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي. بس ما بطلعش من شيء برا جسمي. مش مهم يا أخي. مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسي. نعم ما في فرق أنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك. النتيجة واحدة، واضح؟ نعم. أي. لفظاً لما أنا بدي أخرج، لما بدي أخرج، ماني بشعر في بغير الكيس، بغير بين فترة مش يعني دائماً غل معي. بارك الله يعني فيك. أنا مرة أو مرتين بغير في اليوم. نعم نعم. مرة أو مرتين. كويس. حسب وضعي. شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحة يعني هذا شو يسمونه هواء. نعم. بنفس الكيس بين فترة أخرى تنفيس في الحمام. لا. في مسجد أو في أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا كان يعني كان واضحا بالنسبة إليك، وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟ بإمكانك أكثر من صلاة. طيب إذا هذا واجبك. بس فرضا لما كنتش في البيت أو يعني شيء بسيط في الكيس. يا أخي ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون كيس، بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم جزاك الله خير.